مليء بالأحداث، نلخص لكم أبرزها في حلقة جديدة من صدى الأسبوع. استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وتفاقم للأوضاع الإنسانية تحرك الشعوب حول العالم. الإرصاد يحذر من تداعيات إعصار تيج وتدابير لتخفيف أضراره في عدد من المدن شرق البلاد. نساء يأكلن التراب بعد نضجه بالنار يعادل وجبة لحم لديهن في تهامة. انهيار 5 منازل في قرية في لحج بحادثة غريبة الأسباب. تكريم 40 من المبتكرين اليمنيين في مختلف المجالات. الشفرة سلاح التهاميين وزينتهم منذ القدم، يصنعها حرفيين ماهرين. فلكلور شعبي وفنون غنائية في مهرجان الثقافة والفنون في شبوة. محمد الزراعي من ذوي الاحتياجات الخاصة يبتكر أجهزة للمعاقين تخدم البيئة اليمنية. مهرجان ومعرض خاص بأصحاب المشاريع الناشئة والمتميزة في تعز. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2 ظهرا و8 مساء.